أهلا بكم إلى التفاصيل. خرج الآلاف في مدينة التربة في مديرية الشميتين جنوبية تعز في تظاهرة حاشدة دعت لها رابطة أسر الشهداء والجرحى، وطلب المتظاهرون بإخراج الجماعات المسلحة من المدينة وإخلاء كافة المواقع والاستحداثات العسكرية من مدينة التربة ومحيطها ونقلها إلى جبهات المواجهة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تواصل حربها العدواني للعام الخامس على المحافظة. كما رفعوا شعارات تطالب بالقبض على المطلوبين أمنيا خارجين عن القانون وتثبيت الأمن والاستقرار في المديرية. خرجنا هذا اليوم مطالبة بحقوق الجرحى والشهداء ومرتباتهم وعلاجهم، وكذلك تصحيح مسار الثورة ومسار كذلك السلطة المحلية والسلطة والحكومة في مراعاة حقوق هؤلاء الشهداء والجرحى. اليوم طبعا أبناء الشميتين ورجالها الوطنية الأحرار خرجوا في هذه المسيرة الحاشدة في مدينة التربة وفاء لدماء الشهداء والجرحى، من أجل أيضا تسليم الجناة المتهمين القتلة في المديرية. مطلبهم واضح، مطلبنا جميعا استتاب الأمن والاستقرار. ايضا من ضمن مطالبنا ايضا ترفيع المعسكرات حول مدينه التربه. اليوم نشكر اسر الشهداء والجرحى عبر رابطتهم التي نسقت ونظمت ورتبت لهذه المسيره الجماهيريه الحاشده التي اتسمت بالسلميه وشعاراتها المشروعه، كانت مسيره فريده من نوعها.